الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لك الحمد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعت اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الأحد لا شريك لك والواحد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأرحامنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، واجعلنا من عبادك الأبرار والمصطفين الأخيار، ومن علينا بالعتق من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا لطيف الطف بنا، ويا رزاق ارزقنا، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا، اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا وظهيرا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، حسبنا الله ونعم الوكيل على من آذانا وآذى المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وقيادتنا وأمننا وبلادنا ووحدتنا واستقرارنا بسوء، فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار والآل والصحب الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، 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 السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.